أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحاج راشد خطاب من جماعة الإسلامية الأحمدية في الكبابير فلسطين. بفضل الله سبحانه وتعالى أتمنى الله علينا بحضور هذه المجلس المبارك. في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. الحمد لله رب العالمين. حضرنا إلى هذه الأرض، إلى هذه الحديقة للمشاركة في الجلسة السنوية، لنحظى ببركات وأدعية المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وكذلك لنتعرف على إخوتنا من شتى بقاع الأرض ومن كل ألوان، ولنتبارك كلنا بلقاء حضرة مولانا أمير المؤمنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع مشاهدي الفضائية الأحمدية البركات، ونحظى بكل الإنعامات في هذه الجلسة. جزاكم الله حسن جزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. مكة شوتا زكر في سنة بادا چلو